لم يكن قرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالاعتذار مفاجئاً للبنانيين ولمتابعي الشأن اللبناني، بيد أن المفاجأة تكمن في التوقيت وعدم نية الحريري إعطاء مزيد من الوقت للاتفاق مع الرئيس ميشيل عون بشأن التشكيلة الحكومية الأخيرة التي جاءت في معظمها مخالفة للاتفاق السابق الذي رعاه رئيس البرلمان نبيه بري، وفق ما قالته الرئاسة اللبنانية. ترددات اعتذار الحريري ظهرت سريعا داخليا من خلال نزول أنصاره إلى الشوارع والساحات في العاصمة وفي مناطق أخرى دعما لرئيس تيار المستقبل، كل ذلك وسط دعوات غربية لبيروت للإسراع في إجراء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس جديد يقود حكومة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية في أيار مايو المقبل. وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني في الرابع من آب أغسطس، وأكدت على ضرورة الخروج مما سمته حالة العرقلة المنظمة وغير المقبولة في لبنان، ودعت لإطلاق مشاورات برلمانية فورا لاختيار رئيس حكومة مكلف. واشنطن بدورها كانت قد حاولت تدارك اعتذار الحريري من خلال جولة لسفيرتها في لبنان دوروثي تشيا مع نظيرتها الفرنسية ألان غريو على كبار المسؤولين وأيضا باتجاه الرياض، لكن المبادرة الثنائية لم تؤتي أكلها، ووصف وزير الخارجية أنتوني بلينكين الاعتذار بالتطور المخيب لآمال الشعب اللبناني. السؤال الأساسي في لبنان اليوم هو ماذا بعد اعتذار الحريري؟ ومن سيكون خلفه؟ حتى الآن لا إجابة، وإن كانت الرئاسة والتزاما بالدستور ستوجه الدعوة للاستشارات البرلمانية، وبحسب ما علمت الميادين أن الرئيس عون سيوجه الدعوة للاستشارات بعد عيد الأضحى المبارك، وإلى ذلك الحين تستمر المشاورات للاتفاق على رئيس مكلف جديد، وسط ترجيحات أن يعود إلى رئاسة الحكومة أحد رؤساء الحكومات السابقين الذي يبدو أنه يضع شروطا لعودته لا تزال قيد المتابعة. احتج مناصرو تيار المستقبل على اعتذار رئيسهم سعد الحريري، فقطعوا الطرق في أكثر من منطقة لبنانية ولم تسلم المحال والمطاعم من التخريب والغضب. أما المشاورات غير المعلنة فانطلقت لاختيار رئيس جديد لتأليف الحكومة، وسط ترجيحات بتقدم حظوظ أحد رؤساء الحكومات السابقين. عباس صباغ، بيروت، الميادين.